مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا أو سيدة أعمال مميزون، ومن زاوية سيدات الأعمال الأكثر تميزا والأكثر جمالا رحبوا معي بالأستاذة يولا صاحبة شركة وودزون تمبر تريدينج. بداية أسعد الله أوقاتك، أهلا وسهلا. أستاذة يولا، بالبداية بحب أتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بداية حياتك العلمية والعملية، تفضلي. صراحة أنا جيت على البلد صار لي 26 سنة، وبالصدفة بلشت موظفة بشركة خشب. كانت شغلة كتير غريبة علي، يعني كنت بعمر كتير صغير أنتين. ومن هونيك بلشت أتقدم وكتير حبيت الشغل. حلو. بس كتير فيه هيك حركة وفي نشاط، شغل تشالنج حلو. ومن هونيك أكيد انطلقت لشركة كتير أكبر وصرت صير جي أم شركة. حلو. ضليتني فيها 20 years. بعد ما حسيت انه لا I need some more challenge، وقررت من 4 سنين لأفتح my own business. برافو عليكي. خلينا نخبر المشاهدين اكثر عن الخدمات اللي موجوده داخل وودزون. تفضل. مبدئيا انا شركه خشب، مين اللي بيشتغل بقشره الخشب اللي هي ما بعرف اذا كثير العالم بتعرفها، هي رو ماتيريال، هي قشره من الخشب بتستعمل لكل شيء فينيشينج. يعني انا ببيع للشركات اللي هن بيطلعوا الفاينل برودكت للعالم. اكيد يعني بدرومز، كنبه، كابينيت، يعني بتنشغل بكوميرشال، فيها كتير كواليتي وفيها كتير انواع. فهيدا مبدئيا ماي بزنس. اها، برافو عليكي. من قناه اي بي سي العربيه بنتمنى لك التقدم والنجاح اكثر واكثر. الان خبرينا عن التميز اللي انت اكتسبتيه خلال الاربع سنوات الماضيه، لانه بنطلع سوق الامارات سوق ضخم وسوق منافس. فكيف احنا قدرنا نتميز وننجح ونستمر بالعمل؟ اكيد سوق دبي والامارات سوق كتير كبير وكتير فيه كومبيتيشن وسوق مفتوح يعني لكل العائله. بس من وراء خبرتي اكيد بالسوق جربت كون كتير اشتغل على السيرفيس، وهيدي ماي مين يعني كونسيرن. برافو عليكي. خلي زبايني كتير مبسوطين بالسيرفيس، بالبضاعه، بالاسعار، بالبيمنت، بكل شيء. بيس اوف مايند. مزبوط. واكيد من وراء خبرتي كمان يعني جربت اتعامل مع اشخاص هون هني مرتاحين وانا مرتاحه معهم. فهذا السبب اللي خلاني والحمد لله انجح بالسوق. حلو. all of the best for you مدام يولا. الان خلينا نتحدث as a experienced person، as a business woman، يعني هون اكيد في لك خطه للمستقبل، فخلينا نتعرف على الخطط اللي لك. اكيد طبعاً. انا بلشت من 4 سنين، بس اكيد ان شاء الله بضلي مستمره بهالبلد ان شاء الله. طبعا كثير عم يعطينا الحمد لله. ومبدئيا عندي بلان افتح فروع تاني بقلب الامارات ان شاء الله. ما بعرف وين راح تكون هاللوكيشن، بس قريبا الله راد اي ويل ان شاء الله. و يعني كثير يعني بلان قريب كثير جدا ان شاء الله. طبعا بنتمنى لك وان دي اكيد حنشوفك هناك في اكثر من فرع لوودزون. الان مدام يولا، انت عشتي هون اكثر من 26 سنه، فاكيد بتعرفي انه دوله الامارات رقم واحد بالعالم، تنعم بالامن والامان، تنعم بالرفاهيه، بالبيئه الاستثماريه ايضا. بدنا رساله شكر من الشركه ومنك انت كصاحب الشركه. اكيد قد ما اشكر هالبلد ما بقدر ابدا لا اوفي اللي اعطانا اياه ولا اشكره بالقدر المطلوب. يعني هذا بلدنا. صحيح. فعليا. طبعا من قناة اي بي سي العربية نتشكر الشيوخ وحكام دولة الامارات، الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والشيخ ايضا محمد بن راشد، وجميع الشيوخ وحكام دولة الامارات. نتشكرك مدام يولا لاستقبالك الرائع والراقي لنا داخل الشركة الخاصة بحضرتك. بس قبل نهاية البرنامج بحب اخذ منك توضيح بسيط للمشاهدين وين احنا موجودين بدبي. وودزون موجودة بالـ DIP2. اللوكيشن أكيد موجودة على كل السوشيال ميديا اللي عليها. أكيد، وهي أوريدي بأسفل الشاشة مع الويب سايت أيضا. شكرا لك مرة ثانية لوقتك الثمين. إن شاء الله all of the best for you. شكرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.